تابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. مساعد وزير الخارجية الإيراني يستنكر من دمشق الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والمقداد يؤكد أن هدف تل أبيب حماية عملائها. أؤكد أن المنظومة الصاروخية الجديدة بالفعل دخلت الخدمة وسيتم الإعلان. الجيش اليمني يعلن عن منظومات صاروخية جديدة ويحدد بنك أهداف يفوق بأهميته أنابيب النفطية السعودية. لافروف يؤكد أن العقوبات الأمريكية أجبرت إيران على تجاوز الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم، وماكرون يدعو طهران إلى التراجع عن هذه الخطوة. محاولة وقوع أو إقامة بفتنة مسيحية درزية هو أمر لن يحصل. تكثيف الاتصالات السياسية في لبنان لتنفيس الاحتقان وتطويق حادثة الجبل. استقالة رئيس البرلمان الجزائري غداة مقاطعة رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب نشاط المجلس الشعبي الوطني. مرحبا بكم. أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي دعم بلاده لسوريا، ولا سيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عليها، مشددا على أهمية التطورات الميدانية التي حققها الجيش السوري في القضاء على التنظيمات الإرهابية. من جهته أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بعد لقائه خاجي في دمشق أن إسرائيل تعتدي على سوريا بهدف حماية أدواتها وعملائها. خلال اللقاء تبادلنا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وبحثنا مختلف التطورات الإقليمية والدولية. زرت الأسد والمعلم وكانت المحادثات بناءة، وكان النقاش يتمحور حول تعزيز العلاقات المشتركة وآخر التطورات الميدانية الإيجابية في سوريا. نحن نقول دائما أننا نحارب إسرائيل في كل مكان، ومن نحارب الآن هي داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الملحقة بهذين التنظيمين. فعندما تقوم إسرائيل بهذا العدوان فهي تقوم حماية لأدواتها الإرهابيين إثر الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفائه، سواء في إدلب أو في المنطقة الجنوبية أو في المنطقة الشرقية. لا نسعى إطلاقا إلى الدمار ولا إلى الخراب، وأن عودة سوريا إدلب إلى الوطن حضن الوطن الأم سوريا هي العامل الأساسي في عدم الاستمرار في شن أي معارك في تلك المنطقة الهامة. نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر عسكري سوري رفيع المستوى قوله أن قوات الدفاع الجوي السوري قامت بتغذية بطاريات S-300 ووضعت في حالة التأهب للتدخل بالتصدي للعدوان الإسرائيلي. وأضاف المصدر أنه تم تشغيل البطاريات للتصدي لأهداف معادية مقبلة من عرض البحر كانت تتجه باتجاه مدينة حمص، إلا أن الدفاعات الاعتيادية اعترضت 5 من أصل 6 من هذه الصواريخ والتي أطلقت من بوارج إسرائيلية في عرض البحر وقبل دخولها أجواء المياه الإقليمية السورية من دون الحاجة لاستخدام منظومة S-300. معنا من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، أسألك عن زيارة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، في أي سياق تأتي هذه الزيارة وما الذي خرج منها؟ مساء الخير. لا يمكن فصل هذه الزيارة عن الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية. بعد حوالي 24 ساعة من ذلك الاعتداء تأتي هذه الزيارة، وعلى جدول الأعمال في الواقع بنود كثيرة، لعل أهمها ما يتعلق برسالة دعم إيرانية لدمشق من أجل تحرير كل أراضيها ومن أجل مسيرة إعادة الإعمار. وهذا الكلام جاء على لسان الضيف الإيراني كبير مساعدي وزير الخارجية علي أصغر خاجي. بطبيعة الحال البحث كان شاملا، سواء بجلسة البحث الأولى التي كانت مع الرئيس السوري بشار الأسد، أو في الجلسة الثانية التي استكمل فيها البحث مع وزير الخارجية وليد المعلم. هناك بحث في تعزيز العلاقات الثنائية وهي عميقة وفيها يعني اتفاق رئيسي للتعاون طويل الأمد وهو أساسي في هذه العلاقات، ثم البحث في دعم العملية السياسية والتحضيرات لاجتماع أستانا المقبل فيما يتعلق بالتطورات السورية وبطبيعة الحال هذا الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية والتأكيد الإيراني الوطني
واضح من المسؤول الإيراني في تصريحات للصحفيين عقب هذا اللقاء بأن الوجود الإيراني في سوريا هو وجود شرعي وهو بطلب من الحكومة السورية من أجل مواجهة الإرهابيين. كل هذه العناوين في الواقع هي تشكل عنوان هذا البحث، وهو عنوان جاءت أهميته الأساس بعد الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية مساء أول أمس. وهنا أيضا تبرز أيضا تصريحات نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ليس كذلك محمد، في ذات السياق؟ بطبيعة الحال، والتي يعني تشكل أول رد رسمي سوري على هذا الاعتداء، والتي أشار فيها إلى جملة محددات. الأولى أن هذا الاعتداء الإسرائيلي هو دعم مباشر للمجموعات المسلحة داعش والنصرة، ثم أن سوريا تحارب إسرائيل في كل مكان من خلال محاربة هذه الأدوات كما سماها حرفيا. وأيضا نبه المجتمع الدولي تحديدا الأمم المتحدة إلى أن المنطقة من مصلحة الجميع أن تبقى هادئة، وسوريا مستعدة لرد الصاع صاعين في حال أي اعتداء إسرائيلي جديد. وهو إشارة في الواقع إلى تصدي الدفاعات الجوية السورية في ذلك الاعتداء لجزء كبير من هذه الصواريخ التي طالت مناطق واسعة في الواقع من ريف دمشق بطبيعة الحال حتى ريف حمص الجنوبي. طيب محمد، انتهت زيارة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني؟ نعم، بالمعنى جدول المباحثات واللقاءات، نعم هي انتهت بالمحادثات مع الوزير المعلم ثم بالتصريحات التي أطلقها في وزارة الخارجية السورية. محمد خضر مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لك. طرحت الغارة الأمريكية على موقع لتنظيم حراس الدين القاعدي غرب مدينة حلب تساؤلات عن مساعي واشنطن للتمدد غربا بذريعة ضرب قادة تابعين للقاعدة، علما أنها الغارة الأولى منذ عامين في غرب سوريا في منطقة مشمولة باتفاقات خفض التصعيد وتفاهمات روسية تركية. ديما نصيف. أبو عمر التونسي وأبو دجانة وأبو يحيى الجزائريين وأبو ذر المصري وعشرة قتلى في غارة أمريكية طاولت مربع القاعدة غربية حلب بصاروخ. الغارة التي شنها التحالف الدولي ضد حراس الدين القاعدي تأتي بعد عامين على غارة أخرى قتلت قيادات من تنظيم خراسان القاعدية أيضا قرب سرمدة في إدلب. الغارة الجديدة قتلت قيادات منشقة عن حراس الدين قبل أسبوع على خلفية خلافات تنظيمية كما تحدثت معلومات ميدانية، وهي مجموعة كانت قد رفضت القتال إلى جانب المجموعات المدعومة تركيا في معارك ريف حماة بمواجهة هجوم الجيش السوري، وترفض الانضواء إلى أي غرفة عمليات مشتركة بقيادة الجولاني. مطالبون نحن بأن نقدم له شيء. بيان قيادة الوسطى في الجيش الأمريكي وعن الغارة التي استهدفت قياديين من القاعدة في سوريا اعتبر أن شمال غرب سوريا ما يزال ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة، حيث يمكن لهم تنسيق نشاطات إرهابية بما فيها التخطيط لهجمات في المنطقة والغرب. حراس الدين الذي شكل قبل عام من منشقين عن داعش والنصرة تطارده المخابرات الأمريكية، وكان قد اختار ريفي إدلب الغربي واللاذقية الشرقي مقرا له لقربهما من الحدود التركية بعيدا عن التجمعات المسلحة في عمق الشمال السوري والتي تخترقها أجهزة المخابرات المتعددة. فإدلب باتت تلي أفغانستان كمقر لتواصل الشمال السوري بشبكة الإرهاب العالمي. تجدد الغارات الأمريكية في منطقة تم شملها باتفاق تركي روسي قد يؤشر إلى مسعى أمريكي للتمدد غربا لإعادة خلط الأوراق في الشمال السوري، وقد تكون ضربة انتقائية لمرة واحدة في منطقة جلبت رؤوسا كبيرة للقاعدة دفعت الـ FBI ملايين الدولارات ثمنا لاصطيادها. ديما نصيف، دمشق، الميادين. كشف المتحدث باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية يحيى سريع عن دخول منظومات صاروخية جديدة إلى العمل، مؤكدا مقتل 19 جنديا سعوديا خلال عمليات الشهرين الماضيين. وفي مؤتمر صحفي قال سريع أن عمليات الجيش واللجان تستهدف المنشآت المستخدمة لأغراض عسكرية. اليوم نؤكد أن المنظومة الصاروخية الجديدة بالفعل دخلت الخدمة، وسيتم الإعلان عنها خلال افتتاح معرض الرئيس الشهيد صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية قريبا إن شاء الله، وكذلك بقية الأسلحة منها سلاح الجو المسير الذي ستكشف إن شاء الله قريبا. سريع هدد بتصعيد الاستهداف وفقا لبنك أهداف حيوية يمتلكها الجيش واللجان الشعبية.
بنك أهداف قواتنا يشمل أهدافا حيوية قد تتفوق من حيث الأهمية الاستراتيجية لدى العدو منشآت وأنابيب النفط. قواتنا قادرة على استهداف عدد من الأهداف في وقت واحد وبأسلحة مختلفة. قواتنا ومن خلال الجهات المختصة تقوم برصد أهداف متحركة ومتنقلة يمكن أن تصبح أولوية على صعيد الاستهداف المباشر والنوعي. يمكن أن تتصدر هذه الأهداف المتحركة والمتنقلة قائمة بنك الأهداف لقواتنا إذا ما رأت القيادة ذلك. معنا من صنعاء مدير مكتب الميادين هناك أحمد عبد الرحمن. أحمد، إذن ما قاله المتحدث باسم الجيش واللجان الشعبية اليمنية عن أنه في مرحلة جديدة ستدشن، مرحلة رد وردع جديدة كما وصفها، منظومات صاروخية جديدة وبنك أهداف أيضا جديد، ما الذي استدعى الآن التحول إلى هذه المرحلة وما طبيعة ربما السلاح أو المنظومة الصاروخية الجديدة إن كان هناك أي معطيات؟ من الواضح أن هناك تصاعد في اللهجة وفي رسائل وتوعد نقل تهديدات الناطق باسم قوات صنعاء. هذا التصاعد وهذه اللهجة الجديدة والحادة من العميد يحيى سريع تعكس في مضمونها القوة والقدرات العسكرية التي باتت تملكها قوة أو وزارة الدفاع في صنعاء أو الجيش واللجان الشعبية في صنعاء. أيضا تعكس قدرات وزارة الدفاع والقوات صنعاء في الوصول إلى الأهداف الحيوية والمنشآت العسكرية وأيضا المطارات المهمة في السعودية. وجاءت بعد نحو شهرين من العمليات المتتابعة والدقيقة ضد هذه الأهداف السعودية الحيوية. هذا المؤتمر كما يبدو هو يدشن لمرحلة جديدة، مرحلة عسكرية جديدة. وأشار الناطق باسم قوات صنعاء إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تدرس جديا تنفيذ أو البدء في المرحلة الثانية من خلال بعمليات الردع والرد المشروع. هذه العمليات التي بدأت بالصواريخ، صواريخ كروز، وأيضا بالطائرات المسيرة، وستبدأ المرحلة الثانية بالصواريخ التي دخلت الخدمة أو دخلت خط المعركة ولم يعلن عنها حتى هذه اللحظة، ما يعني أنه لم يتبقى سوى الإعلان عنها. وهذا الأمر سيتم خلال افتتاح مؤتمر الشهيد الرئيس الصمد خلال الأيام القليلة المقبلة. أيضا هذا المؤتمر يأتي في لحظة تشهد تصعيدا عسكريا كبيرا من التحالف السعودي في الحديدة وأيضا في جبهات أخرى، لكن التصعيد الأكبر والمهم والخطير هو ما يحدث في الحديدة، وهناك اتهامات للتحالف السعودي بالانقلاب والسعي. وربما هذه نقطة مهمة أحمد حول أمر التوقيت، لكن أيضا مساحة بنك الأهداف المستهدفة، هل سيتخطى الأمر المملكة العربية السعودية بشكل أوضح باتجاه الإمارات أم أنه في حسابات مختلفة لتوضيح مثل هكذا أمر؟ خطاب أو مؤتمر الناطق باسم قوات صنعاء كان واضحا اليوم، العمليات ستتوسع لتشمل أهدافا أخرى مشروعة ضمن نطاقات جغرافية أوسع كما قال. هذه النطاقات الجغرافية قد تمتد إلى دول أخرى غير السعودية وقد تتجاوز المناطق الثلاث جيزان ونجران وعسير إلى الداخل السعودي إلى الرياض وما بعد الرياض كما قال الناطق وأشار خلال الفترة الماضية. أيضا قد تصل هذه العمليات والأهداف إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة الثانية في هذا التحالف الذي يقصف جميع المنشآت اليمنية، يقصف المنازل، يقصف الطرقات، يقصف أيضا المنشآت المدنية والمعالم السكانية الحية. اليوم كان هناك غارات مكثفة على مناطق في وسط اليمن، على مناطق أخرى حدودية في صعدة وحجة. أيضا مقاتلات التحالف اليوم استهدفت منزلا كانت قد استهدفته خلال الأيام الماضية ودمرته على رؤوس ساكنيه، أسرة كاملة بجميع أفرادها من الأطفال والنساء والشيوخ قتلتهم خلال الأيام الماضية، واليوم عاودت لتقصف نفس المنزل. أيضا إشارة الناطق باسم قوات صنعاء إلى أن
القيادة القوات المسلحة في صنعاء تقوم برصد أهداف متحركة ومتنقلة. طيب. وقد تصبح أولوية بالنسبة للاستهداف المباشر والنوعي. هذه إشارة مهمة يجب أن تؤخذ بجدية من قبل التحالف، فهي أيضا تشير إلى أن الأهداف المتحركة هي شخصيات وقيادات في التحالف السعودي الإماراتي. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة اليمنية. طالبت روسيا الأوروبيين بتحمل مسؤولياتهم الواردة في الاتفاق النووي تجاه إيران وبحماية مصالحها. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن العقوبات الأمريكية أجبرت إيران على تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المنخفض التخصيب. ودعا إيران إلى ضبط النفس وعدم الاستسلام للعواطف. ندعو زملائنا الإيرانيين إلى التحلي بضبط النفس وعدم الخضوع للمشاعر واتباع الأحكام المتفق عليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما ندعو زملائنا الأوروبيين إلى الوفاء بوعودهم وجعل الآلية التي أنشأوها فعالة حقا، بحيث يمكن أن تضمن الحقوق التي تتمتع بها إيران وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية. من جهته دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إيران إلى التراجع عن تخطيها لمخزون اليورانيوم المخصب المتفق عليه في الاتفاق النووي. ماكرون شدد على ضرورة أن تمتنع طهران عن اتخاذ إجراءات إضافية تمس بتعهداتها النووية كما قال، وأكد أنه يعمل لاستكمال الخطوات التي بدأتها بلاده لتتمكن إيران من الإفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي. الخطوة الإيرانية وضعت الجميع أمام التزاماتهم ووضعت مصير الاتفاق النووي على المحك. غراسيا بيتار. هل ينفرط كليا عقد الشركاء في الاتفاق النووي؟ السؤال مشروع بعدما رفعت طهران مستوى تخزينها من اليورانيوم تمهيدا لزيادة التخصيب في 7 تموز/يوليو الحالي. وضعت إيران الجميع أمام التزاماتهم. الموقف الروسي كان الأوضح في دعم إيران وتحميل الأطراف الأخرى مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور. وأما الدول الأوروبية المعنية فأبدت حرصها على بقاء الاتفاق، لكنها لم تقدم ما يثبت جديتها بعد. الثابت أن الخطوة الإيرانية عرت مواقف الجميع. التنسيق الإيراني الروسي تبدى على نحو لا يسعد الخصوم. أعلن الطرفان حرصهما على تنفيذ بنود الاتفاق كاملة، وموسكو أبدت استعدادها لتزويد طهران بطاريات صواريخ S-400، وهو موقف دحض كل ما حاولت إسرائيل وبعض دول الخليج الترويج له عن تبدل في مواقف روسيا تجاه إيران. فهل يمكن وضع عدم الحسم الأوروبي في خانة التعويل على التنصل الروسي الذي تبين أنه كذبة جرى الترويج لها خلال الاجتماع الأمني الثلاثي في تل أبيب بين روسيا وأمريكا وإسرائيل؟ أم أن المسألة مرتبطة بتعاظم الضغوط الأمريكية على الأوروبيين؟ إيران لم ترى في كل ما قدمه شركاؤها الأوروبيون كافياً، ولاسيما ما يتعلق بتفعيل آلية التبادل المالي المستحدثة للالتفاف على العقوبات الأمريكية إنستكس. فالجمهورية الإسلامية تنتظر من أوروبا تنفيذ وعودها التي قطعتها لطهران بعد الانسحاب للترامبي، بينما تبدو أوروبا غير موحدة في كيفية مواجهتها هذا التحدي، لتبقى المفارقة في الموقف الإسرائيلي الذي ناقض نفسه بإعلانه أنه لن يسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي. وهذا يعني بكل بساطة أن الاتفاق كانت ضمانة، وها هم المعنيون بها يوشكون على التفريط بها، فاتحين المنطقة على سيناريوهات متعددة. معنا من موسكو مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. سلام، انطلاقا من موقف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأخير حول يعني الملف النووي الإيراني، هل يعتبر موقفا فيه جديد من موقف روسيا من الاتفاق النووي بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية والخطوات التي اتخذتها إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، خصوصا جملة دعا إيران إلى ضبط النفس وعدم الاستسلام للعواطف، كيف تفسر هذه الجملة؟ نعم رامي، بلا شك الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف اليوم فيه شق جديد. فمن جهة هو يخاطب الإيرانيين بشكل ودي، يعني يسدي لهم النصائح بشكل ودي
ويفهم أن إيران استفزت من قبل الولايات المتحدة، بل وحتى من قبل الاتحاد الأوروبي، وأقصد هنا طبعا الدول أو الأطراف المشاركة في خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني. وفي الوقت نفسه تصريح لافروف فيه انتقاد لهذه الدول الأطراف، ومن سياق تصريح الوزير لافروف يفهم بأن موسكو تعتبر هذا الاتفاق ناقصا، والآلية التي استحدثت من قبل هذه الدول، آلية دعم التبادل التجاري مع إيران، أيضا تعتبرها موسكو ناقصة، لأنها رغم أنها في البداية كانت تتحدث عن التبادل التجاري بين إيران والعالم الخارجي بشكل عام والاتحاد الأوروبي طبعا بشكل خاص، لكن التفسيرات الأخيرة توحي بأن الأوروبيين أو أن أطراف هذا الاتفاق يحاولون إخراج الكثير من الأمور من سياق هذه الاتفاقية، من سياق هذا الميكانيزم، هذه الآلية، خاصة ما يتعلق بتصدير النفط الإيراني. إيران تريد أن تصدر النفط لكل شركائها، ومن هؤلاء الشركاء أهمهم طبعا الصين، اليابان، لكن هذه الآلية تفسر الآن بأنها هي للتبادل التجاري بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي. فمن هذه الزاوية أو من وجهة النظر هذه، روسيا تعتبر هذا تراجع في الموقف الأوروبي وأيضا انتقاص من قيمة هذه الاتفاقية، لذلك روسيا تتمنى وستعمل كما قال لافروف من أجل إعطاء تفسير أكثر وضوحا، وأيضا من أجل أن تشمل هذه الاتفاقية كل الدول الأخرى. يعني روسيا تتعامل تجاريا مع إيران، الصين، اليابان، دول عديدة أخرى في آسيا، في التعامل يعني البيني بين الدول. طيب، سلام، في زيارة لوفد من مجلس الشورى الإيراني لموسكو، لو تضعنا في تفاصيلها وفي أي إطار تأتي إلى أي حد، أيضا استكمالا لما نتحدث به في الملف الاتفاق النووي. بالفعل رامي، هناك وفد من مجلس الشورى الإيراني برئاسة السيد مسعود بيزشكيان، وهو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإيراني. زيارة الوفد الإيراني تأتي في سياق احتضان روسيا للمنتدى البرلماني الدولي، وهو فعالية دولية تعنى بتطوير الحركة البرلمانية في العالم وترسيخ أواصر التعاون البرلماني على مستوى العالم، لكن روسيا بلا شك تستغل هذه الفرصة وهذه الفعالية لتوطيد علاقاتها في الدرجة الأولى مع الدول الصديقة، ولذلك كان هناك استقبال للوفد الإيراني خارج إطار المنتدى البرلماني، وإنما في إطار العلاقات المتينة بين البلدين، وتم أيضا تناول كل ملفات العلاقات الثنائية وتحديدا ما يتعلق بالعقوبات، وصدر موقف واضح من الجانب الروسي بأنها ترفض بحزم سياسة الضغط التي تمارس من قبل الغرب وتحديدا الولايات المتحدة على إيران من خلال الاستمرار في العقوبات وتجديد هذه العقوبات، وفي رأي روسيا فإن هذه العقوبات لن تجدي نفعا وهي مضيعة للوقت، وفي كل الأحوال الرأي العام سواء كان في روسيا أو في العالم بشكل عام يفهم أن هذا يؤدي إلى طريق مسدود، وأن عاجلا أم آجلا ستنتصر الإرادة الصليبة للدول التي تعارض هذا النهج في السياسة الدولية. نعم، سلام العبيدي، مدير مكتب الميادين في موسكو، حدثتنا عبر الإنترنت من العاصمة الروسية، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونواصل السابعة. أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين، والتي نستأنفها من لبنان، حيث أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري تأجيل عقد جلسة الحكومة ريثما يجري تنفيذ الاحتقان كما قال. وفي مؤتمر صحفي عقده في السرايا الحكومية، أكد الحريري أن جميع الوزراء حضروا وأن النصاب الحكومي لم يتعطل. وفاة أن يترأس حكومة وفاق وطني ما حكومة خلاف وطني، فنحن بحاجة ل 48 ساعة لحتى الأمور تتنفس شوي، الاحتقان يتنفس شوي. قررت أني أجل الجلسة لأنه بفضل أنه هذا الاحتقان اللي موجود بالشارع، وأيضا موضوع القضاء يعني ياخذ مجراه.
أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن المصلحة الوطنية تقتضي مصالحة متينة وحل الخلافات مع ضمان حرية التعبير والتنقل في البلاد. موقف باسيل جاء إثر اجتماع لتكتل لبنان القوي. محاولة وقوع أو إقانة بفتنة مسيحية درزية هو أمر لن يحصل لو شو ما كان. الفرق بصراحة أنه نحن بدنا مصالحة عميقة مش مصالحة فايشة، ومشان هيك لما بنحكي عن المصالحة تتكون عميقة بنقول بدنا إياها بالسياسة، بدنا إياها بالأمن، بدنا إياها بالاقتصاد، مصالحة بالإنماء، مصالحة بالإدارة. الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان قال إن لدى الدولة اللبنانية أسماء من شاركوا في الاعتداء على وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب بحسب ما جرى إبلاغه، وأضاف أن حزبه طلب تسليم الجناة إلى الدولة وهو متجاوب مع التهدئة بناء على طلب الرؤساء الثلاثة، معتبرا أن من سقط في الجبل كان دفاعا عن الدولة والسلم الأهلي. وقال أيضا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إن الحزب ليس فوق القانون بل هو الذي طالب منذ اللحظة الأولى بالتحقيق. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أشاد جنبلاط بدور الجيش والمخابرات وكل الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار، وقد تقدم بالتعزية لأهالي الضحايا في حادثة إطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب. معنا هنا في الاستوديو مراسل الميادين عباس صباغ. عباس، اليوم كنت فيما يشبه جولة المكوكية للعديد من المواقف والتحركات على يعني في محاولة لتنفيذ الاحتقان كما قال يعني رئيس الحكومة سعد الحريري، وأجل جلسة الحكومة ل 48 ساعة. ونسأل انطلاقا من المواقف التي رصدناها والتحركات وهذه المدة الزمنية، أي سياق سنراه في الإطار السياسي بموازاة الجانب القانوني؟ يعني بطبيعة الحال اليوم شهدنا سابقة في عهد الرئيس ميشيل عون، وهو أولا تطير النصاب وإن كان لفترة ساعتين من الزمن التي فصل بين موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقرر في 11:30، ثم حضر بعض وزراء تكتل لبنان القوي إلى السرايا الحكومية قرابة الأولى والواحدة ونصف. هذا كان يعني نكشف معلومة بأن ما جرى هو كان عبارة عن تفاهم بين الرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري، لأن الأجواء كانت محتقنة، وأنه لا يمكن تصور أن يجلس الوزير صالح الغريب إلى نفس يعني على نفس الطاولة التي سيكون في مواجهته وزراء الحزب التقدم الاشتراكي والذي يتهمهما بشكل مباشر بالضلوع أو الوقوف خلفه في الضلوع في محاولة اغتياله. هذه الأجواء المحتقنة دفعت إلى التفكير في مخرج يحفظ ماء الوجه للجميع، فكان هذا بتعطيل النصاب ثم إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري عن تأجيل الجلسة. وكان عنده إشارة بأنه النصاب كان مكتملا وأنه الأمر لتنفيذ يعني الاحتقان اكتمل النصاب في إطار التفاهم يعني؟ اكتملت النصاب عندما حضر ثلاثة وزراء من تكتل لبنان القوي بعد ساعتين من موعد المحدد لانعقاد الجلسة، لأن كان هناك اجتماع تشاور في وزارة الخارجية بين وزراء تكتل لبنان القوي، وهناك كانت نقطة محورية وهي كيف سيتم إخراج عدم قبول مجلس الوزراء بالتصويت إحالة قضية الوزير الغريب إلى المجلس العدلي. لأنه ليس كل الأطراف السياسية كانت موافقة على هذه الحالة. لكن نقطة مهمة اشرح لها، يعني لا يوجد موافقة سياسية على إحالة الملف. لا يوجد موافقة من جميع الأطراف في الحكومة من أجل إحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي. الرئيس سعد الحريري محرج في أن يقبل بإحالة هذه القضية، وكان يعني ضرب موعدا مع النائب السابق وليد جنبلاط في دار الطائفة الدرزية، صحيح أنها مناسبة للتعزية بوفاة أحد المشايخ، لكن المسألة بأن الحريري عندما يصوت على إحالة القضية المجلس العدلي، وفي نفس الوقت بدأت وساطة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والذي كشف للميادين بأن الأجواء تسير في الاتجاه الإيجابي، وأن تسليم المطلوبين أو المشاركين في محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب يسير وفق ما هو مرسوم، وأن الإيجابية بدأت تظهر من خلال المواقف التي سمعناها اليوم، وهو تحديدا موقف النائب السابق وليد جنبلاط. يعني صباحا استفقنا على بيان يهاجم بشدة الجيش اللبناني وبعبارات قاسية، ومن ثم أمام تغريدة للوزير السابق وليد جنبلاط بالإشادة بالجيش اللبناني وتقديم العزاء
للوزير طلال أرسلان، وهو ما كان أشار إليها الوزير طلال أرسلان في مؤتمر بأن حتى لم يقدم أحد هذا. هذه الخطوات هي من ضمن السلة المتكاملة التي يتولى تنفيذها اللواء عباس إبراهيم. أولا تسليم المطلوبين، ثانيا مواقف إيجابية من النائب وليد جملاط، النائب السابق وليد جملاط، وبدأنا نسمع هذه المواقف، ومن ثم تخفيف الاحتقان على الأرض إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. هذه تحتاج لبعض الوقت، ومهلة 48 ساعة تحدث عنها الرئيس سعد حريري هي من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وسنشهد في الساعات المقبلة تنفيذ المزيد من هذه الخطوات، وتحديدا تسليم بعض المطلوبين الذين لجأوا إلى يعني بلدة المختارة وما تعنيه بلدة المختارة بالنسبة للحزب الاشتراكي. وعلما أن هناك يعني مصادر تكتل لبنان تحدث عن 25 مطلوبا رصدتهم الكاميرات، لكن حتى الآن هناك 5 مطلوبين باتوا لدى الأجهزة الأمنية وسيسلمون إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كون النيابة العامة حددت أن هذه الجهة الأمنية ستتولى التحقيق، ومن ثم يسلم باقي المطلوبين، وبالتالي نكون أمام يعني تنفيذ الاحتقان بشكل كامل، وتعقد جلسة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشيل عون، وبالتالي لإعادة لمنا مطلوب. لأن كان واضحا الوزير جبران باسيل رغم أنه كان يتحدث عن كمين أعد مسبقا، كمين أمني وسياسي، إلا أنه ينحو باتجاه لملمة الوضع وبمنع تدهور الأوضاع، لأن ليس لمصلحة أحد من الأطراف السياسية أن تذهب الأمور إلى التدهور. عباس، إذن الأمور يعني تذهب في مسار اللملمة كما تقول، لكن في الخلاصات السياسية بخلفيات التي وضعت بالحادثة وما جرى في خلاصات سياسية على مستوى الجبل، قيل أنه أريد يعني إرساءها من جديد. هل النتائج ستكون في ذات الإطار؟ يعني من خلال ما استطلعت من مواقف، هل سيكون هناك خلاصة سياسية في الجبل؟ لا، اليوم رد الوزير باسيل عندما يعني كان هناك مطالب أن عندما يتم الدخول إلى الجبل أن يدخل من بوابة المختارة. المختارة هي يعني المعقل الرئيسي للحزب التقدم الاشتراكي، وقال إن ليس لدينا أبواب لندخل منها، ندخل لأي منطقة لبنانية، عدا أنه تحدث عن أنه ما أفرزته الانتخابات اللبنانية يجب أن يكون موضع احترام. يعني تحديدا عندما تحدث عن منطقة الجبل، عندما تتراجع كتلة النائب السابق وليد جملاط من 13 نائبا إلى 9 نواب، عندما يفقد 4 نواب في منطقة علي وشوف، ويذهب هؤلاء إلى حصة التيار الوطني الحر والنائب طلال أرسلان، بمعنى بأن يعني هذه المعادلات التي أرست منذ العام 92 نتحدث من بعد أول انتخابات بعد الطائف، والكتلة يعني في الجبل هي للنائب وليد جملاط ولا أحد يشاركه في هذه الكتلة. أسأل عنه يا عباس، أنه ما يلحظ الآن في موضوع التفاهمات تلملمت الأمر وتأثيراته السلبية في الساحة السياسية اللبنانية وأيضا في الشارع اللبناني، وأيضا بأن النتائج التي كان مراد منها كما قيل في الخلاصات السياسية تلحظ أيضا في هذه التفاهمات. يعني أولا ليس لأي طرف لبناني مصلحة في تدهور، نحن أمام موسم اصطياف وسياحة، ولبنان يعول كثيرا على هذا الموسم، في فترة إقرام موازنة، في فترة مفاوضات غير مباشرة قد تجري مع العدو الإسرائيلي من أجل تثبيت ترسيم الحدود. هناك يعني أجندة طويلة جدا لدى الأطراف السياسية، ولكن الأساس بأن ما كان يسعى إليه ربما الحزب التقدم الاشتراكي عبر التوترات السياسية المتناقضة، إن كان مع التيار المستقبل ثم مع الحزب الاشتراكي وقبلهما مع حزب الله، يمكن أن نكون أمام نهاية هذه المرحلة، لأن لا مصلحة لأي أحد، ولا يمكن السيطرة على الشارع، وما شاهدناه كان خير للدرس للجميع، وبالتالي كان اليوم نجد بأن الخطاب الإيجابي عاد ليتبلور رويدا رويدا، ولتوضع مسلمات بأن لا منطقة محرمة على أي طرف سياسي في لبنان، وبالتالي يعني ما عبر عنه رئيس الجمهورية بالأمس وكان واضحا، وكانت قرارات المجلس أهل الدفاع واضحة، الأمور تذهب إلى الهدوء ولملمة وضع من أجل عدم تكرار ما حصل. نعم. أو على الأقل تلافي ما قد يحصل في المستقبل من هذا الشبيه. شكرا جزيلا لك عباس صباغ مراسل ميادين على كل هذه التوضيحات. أنت معنا الآن في الاستوديو بعد نهار طويل، يعني استطعت أن تجمع فيه كل هذه المعطيات. قدم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب استقالته من منصبه، وقد أفاد مراسل الميادين بأنه جرى تكليف عبد الرزاق تربش تسيير إدارة البرلمان ل15 يوما، وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد قرروا مقاطعة كل نشاطات المجلس وأعماله حتى استقالة معاذ بوشارب، وذلك استجابة لمطلب الحراك الشعبي. أسامة عبد النور. رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب يغادر منصبه بالطريقة نفسها التي أجبرت سلفه سعيد بوحجة على الاستقالة،
جمود تام تبع هياكل البرلماني بعد اتفاق الكتل البرلمانية وتوقيعها بيانا مشتركا يطالب بوشار بالتعقل والرحيل استجابة لمطالب الشعب الجزائري في مسيرات الحركة. لها تأثير إيجابي حتى على أداء البرلمان في إعداد القوانين المستقبلية التي يفترض أن تطرح عليه. وأعتقد أيضا أن المطالبة باستقالة الوزير الأول أمر أيام وليس أكثر من ذلك. ورقة أخرى من أوراق النظام السابق تسقط. معاذ بوشارب من الباءات التي رفعها الحراك الشعبي في اللافتات وطالب برحيلها من البرلمان. برلمان سينتخب رئيسا جديدا يتولى مهمة الإعداد لندوة الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية المرتقبة. بعد حالة الشغور المعلن عليها من طرف مكتب المجلس فيقوم بإعداد تقرير ويقدمه إلى اللجنة القانونية، ثم اللجنة القانونية تدرس تعطي له الصبغة القانونية ترجع إلى المكتب الذي يحدد تاريخ الجلسة العلنية. ثم خلال الجلسة العلنية فالنواب كل النواب يصوتون على هذا التقرير وحالة الشغور ونذهب مباشرة إلى انتخاب رئيس مجلس الشعب الوطني الجديد. في قلب المعركة السياسية سيجد البرلمان الجزائري نفسه بعد أيام، فيما يرى مراقبون أن هذه الهيئة نجت من شبح الحل والخروج عن الدستور. لأول مرة في تاريخ الجزائر نشهد اختتام دورة تختتم في الغرفة الأولى ولا تختتم في الدورة الثانية، هذه سابقة في تاريخ الجزائر. لاحظنا أنه حتى طريقة عزل رئيس المجلس الشعبي الوطني طريقة غريبة جدا. يعني بانتظار انتخاب رئيس جديد للبرلمان فإن معركة الحفاظ على منصب رئاسة ثالث هيئة تشريعية تضع جبهة التحرير الوطني أمام اختبار جديد. وتحرر البرلمان، هكذا وصف نواب من المعارضة والموالاة قرار رئيس البرلمان الاستقالة. معاذ بوشارب غادر منصبه تحت ضغط الشارع والحراك الشعبي الذي طالب برحيل الباءات المتبقية. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. يبقى معنا زميلنا مراسل الميادين أسامة عبد النور من العاصمة الجزائرية. أسامة، حتى الأمس وكان هناك إصرار من البقاء بالنسبة لرئيس مجلس النواب بوشارب في منصبه، ما الذي جرى حتى تغير الموقف واستقال، وماذا بعد استقالته إن كان في سياق رئاسة البرلمان أو ما بقي بالنسبة للباءات المرفوعة في الشارع الجزائري؟ في الحقيقة سحب الحرافة الشخصية والسيارة الشخصية لرئيس البرلمان إشارة واضحة له بأن السلطة في أعلى هرم البلاد لا تريده، وكان وأصبح اليوم رحيله لزاما لتهدئة الشارع الذي لديه أكثر من قرابة 20 أسبوعا وهو يطالبه بالرحيل ويطالب الباءات المتبقية وعبد القادر بن صالح نور الدين بدوي ومعاذ بوشارب بالرحيل، لأنهم مرتبطون اسمهم بنظام الرئيس بوتفليقة المستقيل. كذلك أجمعت لأول مرة الكتل البرلمانية الستة المشكلة للبرلمان الجزائري في بيان مشترك ووقعت بضرورة الرحيل معاذ بوشارب ووجهت له خطابا ودعته إلى التعقل وتقديم الاستقالة بالظروف أو بالوسيلة السلمية وعدم دفعهم لغلق أبواب البرلمان بالقوة مثلما وقع مع سعيد بوحجة الرئيس السابق للبرلمان. وبالفعل تم غلق البرلمان اليوم في وجه معاذ بوشارب ومنع من ترأس الجلسة الختامية لدورة البرلمانية ومنع وزراء الحكومة من دخول البرلمان وشل كله البرلمان وأغلقت أبوابه، فلم يجد رئيس البرلمان معاذ بوشارب إلا أن يقدم استقالته وينسحب بهدوء وتعقل ولا يصعد في الموقف لأن كل الأوراق أو كل الظروف أصبحت ضده. انسحب بوشارب وترك مكتب البرلمان يعلن حالة شغور منصب رئيس البرلمان ويحدد موعدا جديدا لانتخاب رئيس جديد للبرلمان يحظى بالرضا الشعبي من الحراك الشعبي وبتوافق في الأحزاب السياسية، لأن البرلمان
المهمة الأساس اليوم التي تنتظره هو قيادة التوافقات بين أحزاب المعارضة. هل هناك أي أسماء تطرح أسامة؟ ويبدو بوشارب من الباءات الأكثر كانت استفزازا بالنسبة للشارع الجزائري لارتباط اسمه بشكل مباشر بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أو حتى نظام يعني نظام الرئيس السابق. لكن هل هناك أي أسماء مرشحة لرئاسة البرلمان؟ وماذا عن سياقات الأخرى لمطالب شارع الجزائر المرفوعة بحق الباءات الأخرى كما تفضلت نتحدث عن يعني رئيس المؤقت أو رئيس الحكومة؟ صحيح معاذ مشاري استفز الجزائريين عندما قال لهم وقال من دعاة الرافدين للولاية الخامسة رئيس بوتفليقة أحلاما سعيدة، قال لهم أحلاما سعيدة سيكون هو الرئيس رغما عنكم، فاستفز كل الجزائريين وأصبح من بين الشخصيات المستفزة مثل ما فعل أحمد ويحيى. بالفعل الآن برلمان ترأسه بوشارب وهو قيادي في جبهة التحرير الوطني التي تملك الأغلبية البرلمانية، هل ستبقى تحافظ جبهة التحرير الوطني التي تتعرض لهزات سياسية وآخرين آخرون يصفونها بالانتكاسة، أم ستفقد جبهة التحرير الوطني منصب قيادة البرلمان وقائد البرلمان ورئيس البرلمان هو الشخصية السياسية الثالثة في الحكم في نظام الحكم في الجزائر؟ هناك أسماء ربما بدأت تتسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم ربما النائب فعداوي المثير للجدل، وهناك أسماء أخرى كذلك يتم التحضير لها، وهناك تنافس بين أحزاب المعارضة والموالاة لاعتلاء رئاسة البرلمان خاصة في المرحلة المقبلة التي كما قلت ستشهد ما يسمى بالتوافق الوطني والحوار الجامع من أجل اختيار رئيس للبلاد. هذه الخطوة تأتي ربما دقائق أو ساعات قليلة على الخطاب المرتقب لرئيس الدولة السيد المؤقت سيد عبد القادر بن صرف بمناسبة عيد الاستقلال، والمرتقب كذلك أن يعلن عن قرارات سياسية هامة ستمهد الطريق لاستقالة الحكومة واستقالة نور الدين بدوي وتشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة وتدعو إلى انتخابات وتقوم تهيئة الظروف للإعلان عن اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات. شكرا جزيلا لك أسامة عبد النور مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الجزائرية. اتهم تجمع المهنيين السوداني قوات الأمن باعتقال عدد من قياداته محملا المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية سلامتهم، وحذر التجمع المجلس من المساس بأي من أعضاء التجمع أو قوى التغيير، مشددا على أن الشعب باق وأن السودانيين ماضون لتحقيق تطلعاتهم. أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ضرورة الحفاظ على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. أبو ردينة شدد على أن محاولات إرباك الموقف الفلسطيني بفرض مشاريع الأمر الواقع لن تنجح، واعتبر أن الورشات والصفقات لن تتمكن من ملء الفراغ السياسي. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاجتماع مع مسؤول إماراتي كبير في الإمارات العربية المتحدة كان ارتقاء في درجة العلاقات بين الطرفين. وفي حديثه عن العلاقات مع العالم العربي في مؤتمر هرتيليا لفت إلى أنه ناقش خلال الاجتماع الموضوع النووي الإيراني والصواريخ والحاجة إلى مواجهة نشاطات إيران، واعتبر الاستيعاب أن إسرائيل ليست عدوا بل شريك في تعزيز المصالح المتبادلة لا يقل أهمية عن التطبيع على المستوى النفسي وعن انفتاح بعض الجهات في العالم العربي تجاه إسرائيل، قائلا إن ما كان في السابق تمنيا تحول بسرعة إلى أمر طبيعي وفق ما قال. على خط آخر، لاقى تباهي رئيس الموساد يوسي كوهين بدور جهازه في تطوير العلاقات بين إسرائيل ودول عربية ترجمته العملية في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية والاستخبارات إسرائيل كاتس إلى أبوظبي، وتكفلت عذرا الخارجية الإسرائيلية بنشر صور عنها. منال إسماعيل. على خطى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سار رئيس الموساد يوسي كوهين ليتباهى بالعلاقات السرية والعلنية التي تربط إسرائيل بدول عربية لا علاقات دبلوماسية معها.
هناك دول تعترف بإسرائيل وتقبل بوجودها كواقع قائم، وهي دول تقيم معنا علاقات سلام وتعاون من خلال الاعتراف المتبادل، وهي مصر والأردن. وهناك دول أخرى انضمت إليهما ولكن سرا، حيث لا علاقات سلام معها، لكن هناك تعاون بينها وبين إسرائيل وقنوات اتصال سرية. إلى جانب مهمته الأساسية في حماية إسرائيل من خطر الحرب وفق تعبير رئيسه، يؤدي الموساد دورا لا يقل أهمية أيضا في تعبيد الطريق للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية بحسب ما قال كوهن. لدى الموساد دور مهم يؤديه، وهو تشخيص فرص السلام، بل أكثر من ذلك تقديم خطوات قادرة على دفع السلام، وهذا ما حصل مع سلطنة عمان بعد جهد استخباري كبير. تباهي رئيس الموساد بدور جهازه في تطوير العلاقات مع العالم العربي وجد ترجمته العملية على الأرض مع زيارة وزير الخارجية والاستخبارات إسرائيل كاتس إلى أبوظبي في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة. أنا متأثر جدا بالوقوف هنا لأمثل مصالح إسرائيل مقابل دول الخليج العربية. هذه الزيارة مهمة، وأنا مسرور لأن أدفع مع نتنياهو سياسة التطبيع انطلاقا من القوة التي ترتكز على قدرات إسرائيل في المجالات الأمنية والاستخبارية والمدنية. مراقبون أشاروا إلى أن هذه الزيارات لم تعد استثنائية، بل هي تحصل على نحو دائم، ولفتوا إلى أنهم في إسرائيل يحبون عرض هذه الصور لإظهار كيف يبدو السعي إلى التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. كشفت وكالة بلومبرج العالمية أن السعودية زادت من حيازتها لسندات الدين الأمريكية بنحو 83% في إطار دعمها للإدارة الأمريكية، كما أن السعودية تعتبر أن الاستثمار في سندات الدين يعد استثمارا جيدا في ملاذات آمنة. عبد الله ظاهر والتفاصيل. أهلا بكم. في أرقام الاقتصاد ونسبه هي مفارقة، ولكن للسياسة أحكامها وشروطها ومصالحها. فالاستثمار في سندات الدين الأمريكية شهد نموا سعوديا بلغت نسبته 83%، فيما كان لافتا تقليص روسيا والصين حيازاتهما لسندات الدين. أرقام ونسب كشفتها وكالة بلومبرج الاقتصادية التي أشارت إلى أن السعودية زادت بنحو ملحوظ استثماراتها في سندات الدين الأمريكية من 97 مليار دولار إلى 177 مليارا بين شهري تشرين الأول أكتوبر ونيسان أبريل الماضيين. مقابل النمو السعودي، فإن استثمارات الصين في سندات الخزانة الأمريكية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة. فالصين باعت خلال شهر أذار مارس الماضي وحده سندات حكومية أمريكية بقيمة 10 مليارات دولار، وهي أسرع وتيرة على أساس شهري. ومع اندلاع الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، خفضت الصين حيازاتها لسندات الدين الأمريكية من 1210 مليارات دولار في تشرين الثاني نوفمبر الماضي إلى 1120 مليارا بانخفاض بلغ 90 مليار دولار. الصين قلصت استثماراتها في السندات الأمريكية بنحو 4% في عام واحد، لكنها لا تزال تحتل الصدارة بين مالكي هذه السندات، حيث تتقدم على دول مثل اليابان، فرنسا وبريطانيا. روسيا بدورها خفضت حيازتها من سندات الخزانة خلال كانون الثاني يناير الماضي بواقع 36 مليون دولار، لتصل إلى نحو 13 مليار دولار فقط، بعدما تخطت حيازتها لهذه السندات في عام 2017 حاجز 100 مليار دولار. يشار إلى أن موسكو وبكين، وبالتزامن مع خفض حيازاتهما لسندات الخزانة الأمريكية، أعلنتا اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري بينهما كبديل للدولار الأمريكي. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. مساعد وزير الخارجية الإيراني يستنكر من دمشق الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والمقداد يؤكد أن هدف تل أبيب حماية عملائها. أؤكد أن المنظومة الصاروخية الجديدة بالفعل دخلت الخدمة. الجيش اليمني يعلن عن منظومات صاروخية جديدة، ويحدد بنك أهداف يفوق بأهميته أنابيب النفط السعودية. لافروف يؤكد أن العقوبات الأمريكية أجبرت إيران على تجاوز الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم، وماكرون يدعو طهران إلى التراجع عن هذه الخطوة. محاولة وقوع أو إقامة بفتنة مسيحية درزية هو أمر لن يحصل. تكثيف الاتصالات السياسية في لبنان لتنفيس الاحتقان وتطويق حادثة الجبل.
استقالة رئيس البرلمان الجزائري غداة مقاطعة رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب نشاط المجلس الشعبي الوطني. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا على رأس الساعة مشهدية جديدة مع زميلة لانا مدور، إلى اللقاء.